مرحبا، واضح صلاح عزازي بطل عالم في الكيك بوكسين من قرية الكفر القديم. وانا من ثغرة كلكم ما شوف بروسلي، كنت يعني اتمنى ان انا ازاي، ما هو بروسلي ازاي بطل عالم، طب ازاي انا ما بقاش بطل عالم وكده. فدي طبعا كانت ادتني حافز ان انا اكتب في الاجنده ان صلاح عزازي بطل عالم كونفو. احنا انتشرنا في بيئه ريفيه في الريف بردك، ايه كان ايام زمان كان عندنا يعني طبعا كان بحسون على القوه والصلابه والشهامه، فدي كانت بتديني حافز كبير جدا. وبتمرن تمرين قاسي، والواحد كان صغير كان بتمرن يوميا. كان عندنا ارض وبعناها عشان طبعا اللعبه بتصرف، الرياضه بتصرف بتصرف مصاريف. فالحمد لله يعني امي واهلي بذلوا معايا، فقالوا يا ابني معلش احنا ممكن نعمل معاك الحاجه ديت عشان ايه، عشان انت توصل للهدف بتاعك. الحمد لله حصلت على 18 بطولة، من أفضل البطولات اللي طبعا اللي كانت لقيت فيها عصارات وحريفة وأقوياء في لعبة الكيك بوكسينج. كانت في أمريكا وكانت في ألمانيا وجنوب أفريقيا. انا رفضت الجنسيه في امريكا وبرضك عرض عليا في المانيا ورفضتها عشان نفسي بلدي، انا بحب بلدي، نفسي اعمل حاجه في بلدي في الكيك بوكسنج، واللي انا انشر اللعبه هنا في مصر، واللي انا شفته في امريكا وفي اوروبا نفسي كنت اعمله هنا في مصر. لا، الموضوع ما بيجيش كده، الموضوع بيجي طبعا انت بتبدا ومن بدايتك وبتبدا صح وبتكون عندك عزيمه واراده، بتلاقي ايه، بتلاقي كل اللي بيقف جنبك بيساندك بيساندك لغايه لما توصل للهدف اللي انت عايزه، ادام عندك عزيمه واراده.